مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة أخبار الفضاء الإريتريا لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تنظيم سيمينار لحماية الموارد السياحية في مدينة كرم. عقد سيمينار في ساوة بخصوص مشاركة المرأة. تشجيع الطالبات المتفوقات في امتحانات الشهادة المتوسطة بالإقليم الأوسط. وبرلمان الصين يتيح للرئيس شي البقاء في السلطة لأجل غير مسمى. تحطم طائرة تركية جنوب غرب إيران. والصين تحذر من نتائج كارثية لحرب تجارية مع الولايات المتحدة. مرحبا بكم للعناوين للتفاصيل. نظم مكتب البحوث ومراقبة الموارد السياحية في إقليم عن سبا سيمينارا لطلاب المرحلة الثانوية في مدينة كرن حول حماية الموارد السياحية، وهدف السيمينار إلى رفع وعي الطلاب بخصوص الثروات السياحية والمساهمة بدورهم في الحفاظ عليها ودفعهم لاختيار هذا المجال في التعليم العالي والعمل به على أرض الواقع. وقال مسؤول المكتب السيد فساه هبتي أن مراقبة وحماية الثروات السياحية لا تقتصر على جهة معينة بل تهم المجتمع بأكمله، مذكرا بوجود آلاف المناطق السياحية على مستوى الوطن في التوضيح الذي قدمه بخصوص أهمية الآثار في بعض المناطق كواهايتو ومطرة وكسكسي وبلوكلو وبويا وأدوليس وسمبل ومايتماناي ومايجهوت. وأشار السيد في السهاء إلى أن إريتريا وإلى جانب موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر والطقس الملائم والثروة الطبيعية والإحيائية التي تمتلكها تحوي أيضا على ثروات أثرية قديمة وتاريخية، فضلا عن الحفريات والاكتشافات التي تجرى في ميناء أدوليس التاريخي وعرفات الإنسان القديمة التي اكتشفت في منطقة بويا. وقال مسؤول مكتب البحوث ومراقبة الثروات السياحية في إقليم عن سبا السيد فساه هبتي أنه بالرغم من الفائدة الكبيرة لإدراج المباني الأثرية التي توجد في أسمرة في سجل التراث العالمي، إلا أن الأمر يتطلب بذل الجهود الشعبية القوية لحماية الآثار الأخرى حتى تجد الفرص المماثلة. دعا السيمينار الذي عقد في ساوة لتعزيز مشاركة المرأة في التعليم والتفوق فيه للوصول إلى أعلى المراتب في الوقت الذي تبذل فيه جهود لمكافحة العادات الضارة والأفكار المتخلفة. وأوضحت مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للمرأة الرائد تعبي كنديا في السيمينار الذي عقدته حول دور مشاركة المرأة في التنمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت أن المرأة تقوم بأنشطة مرضية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية والتنمية بفضل الجهود الحكومية والشعبية، داعية إلى مواصلة العمل للدفع بالإنجازات. وذكرت بأن الحكومة الإريترية وإدراكا لحقوق ومساهمة المرأة خلقت الفرص المتساوية لمشاركتها في جميع المجالات، وأن رياض الأطفال التي يتم إنشاؤها في بعض مواقع العمل تشجع على مشاركة ومساهمة المرأة. من جانبه أوضح قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي بأن مهمة تقوية قدرات المرأة تخص كافة قطاعات المجتمع، مشددا على ضرورة تعاون الجميع مع المرأة في تغيير الأفكار السائدة بالعمل التطبيقي والنظري. هذا وشهدت ساوى في الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس العديد من المناشط الثقافية والرياضية على شرف الاحتفال بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة. قدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط جوائز تشجيعية ل 570 طالبة أحرزن نتائج جيدة في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2016-2017. وفي مراسم توزيع الجوائز التي قدمت في مختلف مناطق الإقليم، أوضحت ممثلات الاتحاد بأن الاتحاد يعمل إلى جانب ترقية قدرات المرأة الاقتصادية والمهنية إلى ضمان مشاركة ومنافسة المرأة في التعليم الأكاديمي، وأن تقديم الجوائز للطالبات المميزات يأتي في هذا الإطار. ومن جهتهم دعا مدراء المديريات لمواصلة الطالبات مسيرة التفوق التعليمي في مشوارهن الأكاديمي القادم. وفي ذات السياق نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم الأوسط نظم حفلا ترفيهيا لأعضاء قوات الدفاع العاملين في برامج التنمية بمنطقة مرحانو.
دعا مدير مديرية شامبقى سيد كحساي أسرت إلى تضافر جهود كافة قطاعات المجتمع لتقوية كفاءة التعليم وزيادة مشاركة الطلاب في المؤسسات التعليمية، وشدد في الاجتماع التقييمي للتعليم على ضرورة تنسيق الجهود لرفع مشاركة المرأة في التعليم لتحقيق المساواة في جميع المجالات. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ السفانكي ERi-TV في التقرير الذي قدمه عن وجود 27 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، إلا أن عدد الطلاب يبلغ أكثر من 9000 فقط، ويعتبر هذا الرقم متدنيا كثيرا بالمقارنة مع تعداد السكان وعدد المدارس. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أن العمل جاري لضمان كفاءة التعليم وزيادة المشاركة والتعليم التطبيقي وإدخال خدمات تقنية المعلومات، داعيا المدارس لتعزيز جهودها. ومن جهته أكد المدير العام للخدمات الاجتماعية في إقليم القاش بركة سيد فرانكو كوبابا على تعاون إدارة الإقليم لتحسين الأوضاع التعليمية. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. على الصعيد العالمي، مهد البرلمان الصيني الطريق أمام شي جين بينغ للبقاء رئيسا مدى الحياة بإلقائه الحد الأقصى للولاية الرئيسية ومنحه سلطة شبه مطلقة من أجل تطبيق رؤيته لتحويل البلاد إلى قوى عظمى اقتصاديا وعسكريا. وجاء إقرار التعديل في تصويت جرى في قاعة الشعب الكبرى، وشهد اعتراض نائبين فقط بامتناع ثلاثة من بين قرابة 3000 مندوب. وكان شي أول من أدلى بصوته في قاعة الشعب الكبرى في بكين في صندوق أحمر وسط تصفيق أعضاء مجلس الشعب مع كل عملية اقتراع على تعديل الدستور من أجل إلقاء الحد الأقصى لولايتين رئاستين من 5 سنوات. وتشمل التعديلات أيضا تضمين نظرية شي السياسية في الدستور بعد إضافتها لميثاق الحزب في أكتوبر الماضي في نهاية مؤتمر الحزب، وهو أمر لم يحدث لزعيم صيني آخر أثناء وجوده في السلطة منذ ماو. كما اشتملت على إدراج بنود تمنح إطارا قانونيا لإدارة جديدة عليا لمكافحة الفساد. أعلن التلفزيون الإيراني عن تحطم طائرة تركية في جنوب غرب إيران. وذكر التلفزيون نقلا عن مسؤول في هيئة الطيران أن الطائرة كانت في طريقها من الشارقة في الإمارات إلى أسطنبول. وقالت وكالة رويترز أن الطائرة التي تحطمت في إيران كانت خاصة. ونقل التلفزيون الإيراني الحكومي عن متحدث باسم خدمات الطوارئ قوله أن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية واشتعلت فيها النيران. هذا وقد أكدت الهيئة مصر 11 شخصا في تحطم الطائرة. قال وزير التجارة الصيني جونغ شان على هامش أعمال الجلسة السنوية للبرلمان الصيني أن اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له نتائج كارثية على اقتصاد البلدين والعالم. وأضاف أن الصين لا تريد حربا تجارية ولن تكون المبادرة لإشعالها، لكنه شدد على أن بلده قادرة على مواجهة أي تحديات وحماية مصالحها. يأتي هذا في عقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات تنفيذية بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصلب والألمونيوم، ويستثني قرار ترامب المكسيك وكندا من الجمارك على صادراتها من الصلب والألمونيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للفولاذ، حيث استوردت 35 مليون طن في عام 2017، وكان مصدر 6 ملايين طن من هذه المشتريات الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند بحسب وكالة رويترز للأنباء. قالت روسيا أنها أطلقت بنجاح صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت كأحد الأسلحة ذات القدرة النووية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الشهر الحالي. وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة تظهر عملية انفصال الصاروخ من طائرة مقاتلة من طراز ميغ 31، ويقال أن الصاروخ تفوق سرعته 10 مرات سرعة الصوت ويصل مداه إلى 1000 كيلومتر. وأضاف بوتين أن الصاروخ قادر على التغلب على أنظمة الدفاع الجوية. ومن جهته أشار نائب وزير الدفاع الروسي أن روسيا عملت على تطوير المقاتلة الفريدة ميغ 31 التي تفوق سرعة الصوت بما يتماشى مع إمكانية حمل الصاروخ. مشاهدنا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، وحتى جيد اللغة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل.